دايما احنا الحمد لله متعودين نادي الاهلي اكبر من مجرد نادي رياضي، يعني احنا لينا دور الحمد لله مجتمعي قوي، لينا دور وطني قوي. ده كان من اول يوم كان كلام كابتن حتى محمود الخطيب معانا ان احنا برنامجنا مش برنامج رياضي فقط، لا ده برنامج رياضي وبرنامج برضو فيه مسؤوليه مجتمعيه للنادي الاهلي تجاه الوطن، وبرنامج فيه مسؤوليات للنادي الاهلي تجاه الشباب وتجاه ابنائه. فكل ده بيتجسد في حاجات كتير غير الرياضه او غير الكوره او غير الالعاب الرياضيه الاخرى، لا في حاجات هي دي بطوله كوره بس احنا في الاخر انت الهدف منها مش انت نلعب كوره او الهدف منها ان انت تتفرج على ماتشات كوره، لا الهدف منها ان احنا بنعمل روابط ما بين مختلف في 24 هيئه دبلوماسيه موجوده بتمثل مختلف الدول مختلف القارات. ده بيعمل تواصل حضاري وتواصل بين الثقافات وبين مختلف الدول على ارض النادي الاهلي الحمد لله في الشيخ زايد هنا، وفي النهايه اللي هي على ارض مصر. فدي حاجه شايف ان هي صوره الحمد لله مشرفه جدا، والحمد لله طالعه بشكل اكتر من رائع. يعني اكيد شايف ردود افعال الناس حتى الاجانب يعني جايين بعائلاتهم واولادهم واسرهم ومبسوطين ويستمتعوا. التنظيم الحمد لله كان على مستوى عالي الحمد لله جدا. ده بيعكس يعني اهميه البطوله، لان يعني دي بطوله يعني ده السفير ده اللي بيمثل الدوله، يعني ده اعلى يعني بوزيشن موجود بيمثل الدوله في مصر هنا. فكون ان هم ييجوا بيحضروا مستمتعين وبيقعدوا بالساعات يتفرجوا على مباريات حتى مش فرقهم بس، فدي بتعكس ان الاستمتاع اللي هم فيه، وبتعكس برضو الدور المهم للبطوله دي ان هم ازاي شايفين عندهم. يعني في الافتتاح قلنا شفنا كلمه السفير ان هو بيقول ازاي ان بطوله زي دي مهمه وازاي ان هي ليها دور مجتمعي مهم جدا، وكان بيشكر النادي الاهلي فيه. فلا يعني اكيد دي حاجه تشرفنا والحمد لله، دايما احنا بنحاول نبحث عن الافضل للنادي الاهلي دايما يعني.